السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير. بسم الله، نبدا معكم واحد الطريقه سريعه ديال الكيش مالح. هنايا درت 250 غرام ديال الدقيق يعني ربعه، و 125 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، ما تكونش في الثلاجه، خاصها تكون شويه بحال الا مرخوفه بزاف باش تجيكم ساهله ترملوها. يعني نص ربعه ديال الزبده، ربعه ديال الفرص ونص ربعه ديال الزبده، بيضه، قبيصه الملح، شويه الزعتر باش نسم العجينه، ونبقى نخدم هكا بايد ديال البنات حتى تجمع. كنقدر نضطر نزيد واحد المعلقه او زوج معالق كبار ديال الماء على حساب الدقيق، لانكم عارفين الدقيق كاين اللي كيشرب الماء وكاين اللي ما كيشربش. اذا نبقى هكذا هكذا باش ما يطولش ليا الفيديو ونتلاقاو. اذا ها هي البنات، شوف مع الزبده، باين القوام ديالها من الزبده. نغطيها نخليها ترتاح ونرجع نطلق المدلك. ها هي كتبقى في هذا السمك هذا، وغنلبسها لهاد المول، نقبها وندخلها الفران نديرها نص طيبه. هانتوما هزيتها، نحاول نحيد هذا. نحاول نقادها على المول. اذا هنا البنات غادي نشحر هذيك البصله مع هذيك اللحيمات اللي كانوا عندي في الفريغو، جبدتهم درت لهم العطريه، ملح، ابزار، سكنجبير، الزعفران، شويه الخرقوم، وكنخلي كل شيء تقلى، شويه الزبده بلديه، وكنسد عليه، ندير نقيطه الماء وكنسد عليه حتى نحل مازال. شوفوا البنات، هنايا راني كان مازال ما طابش، انا نوريكم. يلا نشحر واحد شويه لانه كان كونجلي. ها هو المرقه ديالو مازال. هنا جبدته فرشته بحال هكا بحال شكل بسطيله، وغادي نرجع نكملو كامل، نرجعو مازال يتغمر مع ديك البصله. غندير الطريقه ديال البسطيله العاديه، غير هي ملي غندير البيض راه غادي نخلط كلشي خطره وحده. يلا نعاودو نكملو من بعد. غادي نزيدو البيض، بسم الله، ندير ربعة البيضات. غادي نحرك مزيان، غادي نزيد الحليب واحد ربع كاس، ونحرك. ما بغيتش ندير الكوزه، نورمالمون كيديروا الكوزه، كيديروا الربع، ما بغيتهمش، بغيتها عاديه بحال هكدا. داكشي اختياري، كل وحده دير اللي بغات. هيا نحرك مزيان، هانتو البنات، بسم الله،
غادي نفرغ داكشي اللي درت، غادي نفرغه هنا. هي ها نفرغ هادشي. ماشي ضروري يكون اللحم بزاف البنات، راه غير ديك النكهه ديالو صافي اللي كنحتاجو. وندخلو للفران ونطلقوه بالشكل النهائي. هنا راني زدتو شويه الفرماج حمر. شوفوا البنات شحال غزال. طريقة زوينة بزاف عجبتني، ودي طاقها عندي كيشكرها. داكشي علاش بغيت نشركها معاكم، ان شاء الله تعجبكم، تكون فرصة ان قناتي تعجبكم. واخا هاد الجناب تحرقولي ولكن معليش. وشكرا للمتابعين ديالي. شوف البنات شفتها في الفران تحرقوا لي هاد الجنيبات، ولكن معليش المهم ها هي الشكل النهائي ديالها، كتجي غزاله سيرتو بهداك الفخوماج الى زدتيه من الفوق كيزيد واحد شويه ديال المنظر غزال والبنه. بالصحه والراحه، ما تنساوش ليا الاشتراك عافاكم، ودعم للقناة وضغطوا على الجرس باش يوصل لكم الجديد.